السلام عليكم. في خمسينات القرن الماضي نشبت معركة شرسة بين مجموعة من الشركات والمجتمع العلمي. اشتعلت شرارة هذه الحرب عندما كشف العلم عن الأضرار الجسيمة التي تنتج عن سلع هذه الشركات، وهو الأمر الذي عده أصحابها خطراً مباشراً يهدد مصالحهم التجارية. ومنذ ذلك اليوم حتى هذه اللحظة ما زالت الحرب الباردة قائمة بين الشركات والمجتمع العلمي. بعد قليل نكشف خفايا هذه المعركة. بعد أن كشف العلم بأن منتجات تلك الشركات تحتوي على مواد سامة تجلب السرطان وتؤدي إلى الوفاة، اتبعت تلك الشركات أسلوباً مخادعاً فريداً ظل فعالاً حتى اليوم كي تحافظ على معدل مبيعاتها المرتفع ضد الهجمات العلمية. كانت منتجات تلك الشركات تودي بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة سنوياً، أي أكثر من حالات الوفاة من وباء كورونا منذ بدايته حتى إبريل من عام 2021، والتي تقترب من 3 ملايين إنسان حتى الآن بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. وعلى الرغم من الفزع الكبير الذي ولده فيروس كورونا، لم تحظ تلك المنتجات التي تحتوي على مواد سامة على نفس القدر من الاهتمام، بل على العكس تزداد صناعتها كل يوم أكثر من ذي قبل، وتنجح ببراعة في جلب زبائن أكثر على الرغم من كل القيود التي تحاصرها. تشير مؤشرات منظمة الصحة العالمية إلى أن 1 مليار شخص و3 من 10 مستهلكون لتلك المنتجات، 80% منهم منتشرون في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وعند النظر لهذه الأرقام بعين العقل والمنطق لابد أن نصاب بالذهول، فكيف يمكن لمنتجات صناعة ما أن تقتل نصف من يستهلكها ويظل مستهلكوها يزدادون باستمرار؟ هذا يدفعنا إلى البحث بين السطور بروية وإمعان لنفهم القصة من أولها، قصة صناعة التبغ. إذا تمكنت من اختراق هذا السوق فسيكون ذلك بمنزلة افتتاح منجم ذهب جديد في الفناء الأمامي. كانت تلك كلمات رئيس شركة التبغ الأمريكية جورج واشنطن هيل لإدوارد بيرنيز الذي كان مكلفاً بمهمة توسيع شريحة المدخنين حتى تشمل النساء. فقبل الحرب العالمية الأولى كانت فكرة التدخين مقصورة فقط على الرجال، حيث برزت السجائر من خلال الإعلانات على أنها رمز للقوة والرجولة. أدرك حينها جورج واشنطن هيل ذلك. في البداية حاول بيرنيز إقناع النساء بأن تدخين السجائر ينقص الوزن، واستعان بمصورين وعارضي أزياء نحيفين لرسم تلك الصورة في مخيلة النساء. وبالفعل ازدادت معدلات شراء السجائر في سنوات قليلة، ولكنها ما زالت دون المستوى المأمول، فالنساء لم تكن آنذاك تدخن إلا خفية ولا تجرؤن أبداً على التدخين علنا. رأى بيرنيز احتفالات عيد الفصح فرصة مناسبة لتطبيق خطته الجديدة، وفي 31 مارس لعام 1923 خرجت فتاة شابة بين الحشود وهي تشعل سجارتها بلا خجل. تبعتها بعض الفتيات الأخريات في مشهد كان الأول من نوعه في تلك الفترة. كانت عدسات الكاميرا مستعدة لتغطية الحدث، فبيرنيز قد أخبر الصحافة في يوم سابق أن هناك مجموعة من النساء سيقمن بإشعال ما أطلق عليه مشاعل الحرية. كانت النساء تنادي بالمساواة بالرجال والتحرر من القيود المجتمعية المفروضة عليهن، لكن من هذه اللحظة بتن ينادين بالمساواة وفي أيديهن علبة السجائر. من هنا نجح بيرنيز في تصوير السجارة بأنها مشعل تضيئه المرأة في سبيل تحررها من القيود المتكالبة عليها. وخرجت جريدة الواشنطن بوست
في صباح اليوم التالي للحادثة بعنوان رئيسي يقول: مجموعة من الفتيات نفثن السجائر في سبيل الحرية. باتت تلك الواقعة حديث العامة، وأصبح تدخين النساء علناً صورة من صور التمرد على التقاليد والتحرر من الأعراف، ورمزاً يعبر عن استقلال المرأة بذاتها ودخولها ميادين الرجال سواء بسواء. فاستغلت شركات السجائر ذلك الحدث وخصصت إعلاناتها لتناسب الشريحة الجديدة، وهي تخبر بأن التحيز القديم قد أزيل، إنها معقمة لا التهاب حلق أو رشح، في إشارة إلى أنها ليست مضرة بالصحة. كانت تلك الفترة بمنزلة قفزة نوعية بالنسبة لشركات السجائر، فقد كثفوا جل إمكانياتهم من أجل ترسيخ وجودهم في السوق العالمي، فتكونت شركات عابرة للقارات، وأطلقت الحملات الإعلانية التي كانت تربط بين السجائر وبين مفاهيم كالرجولة والقوة والوسامة وتوجه للرجال، وبين مفاهيم كالحرية والاستقلالية والجاذبية وتوجه للنساء. وفي ذلك الوقت، أي بدايات القرن العشرين، لم يكن هناك أبحاث علمية جادة عن التدخين وأضراره، فشركات التبغ كانت دائماً تشير إلى أن منتجاتها لا تضر بالصحة، بل على العكس، فهي تساعد على التركيز وتحافظ على الرشاقة، إلى درجة أنها كانت تستخدم الأطباء في إعلاناتها لإضفاء الصبغة العلمية على ذلك الادعاء. فإحدى تلك الشركات خرجت بإعلان تلفزيوني لتخبر الجميع أن أكثر الأطباء يفضلون شرب منتجهم، مدعين أنها أفضل للحلق وذات مذاق جميل. ثم في بدايات الستينات ظهرت عدة دراسات علمية تثبت العلاقة بين السجائر وسرطان الرئة، كان ذلك بمنزلة ضربة قوية لعائدات هذه الشركات التي لطالما ادعت أن منتجاتها لا تضر بالصحة. لذلك قرر رؤساء أكبر شركات لصناعة التبغ اتباع نهج جديد يتحدى ضربات المجتمع العلمي، فأسسوا لجنة علمية هدفها التلاعب بالأبحاث والدراسات والتشكيك في صحتها، مدعين أنها لم تكن دقيقة وأن الكثير من العلماء يخالفونها. واتبعت تلك اللجنة سياسة التهرب والتلاعب، حتى إنهم مولوا بأنفسهم الأبحاث العلمية التي تثبت أضرار السجائر، مع إصرارهم على أن أضرارها لا تساوي شيئاً بالمقارنة بتلوث الهواء وعوادم السيارات. لكن بعد أن تزايدت الدراسات وبات الجميع على دراية بأضرار التدخين بمن فيهم المدخنون أنفسهم، فما السبب الذي يجعل شركات التبغ مستمرة في الإنتاج؟ ولماذا لا تغلق أبوابها بعد أن تبين للجميع مدى خطورة منتجاتها؟ لقد أجبرت حكومات العالم اليوم شركات التبغ على وضع العبارة الشهيرة على منتجاتها: التدخين مضر بالصحة ويؤدي إلى الوفاة. واستطاعت تعميمات منظمة الصحة العالمية أن تحظر أنشطة الإعلان والترويج والرعاية لتلك الشركات كي تحد من انتشارها. لكن السبب وراء استمرار عمل تلك الشركات يرجع إلى المال، فالضرائب الضخمة التي تدفعها شركات التبغ مقابل ما تسببه من أضرار على الصحة العامة تعطي مجالاً للتفكير أكثر من مرة حيال إغلاق تلك الشركات، فهي تعد لبعض الدول مصدراً أساسياً للدخل ومحضناً مهماً للقوى العاملة. أما السبب الأهم فهو المدخنون أنفسهم، فهم أول من سيعترضون على قرار إغلاق شركات التبغ، فتلك الشركات استطاعت بفضل المواد التي تضيفها في منتجاتها أن تجعل قرار التخلي عن التدخين من أصعب القرارات التي قد يتخذها المرء في حياته. لذلك تحرص شركات التبغ على جذب الصغار إلى ميدان التدخين، ففي إحصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن 90% من المدخنين بدأوا التدخين قبل سن 18. ففي تلك المرحلة العمرية يميل المرء إلى تجربة كل جديد، وما إن يدمن الجسد التدخين يكون من الصعب عليه بعد ذلك أن يفلت منه. بعد هذه الإطلالة على معالم الحرب الباردة بين شركات التبغ والمجتمع العلمي، من سيكون المنتصر في النهاية؟ العلم وصحة الإنسان أم المال والجشع